من معسكر منتخبنا الوطني مع زميلنا أيمن مصطفى المتألق على الهواء مباشرة من دولة الإمارات. أيمن مساء الخير. كابتن سيف، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. من هنا من امام مقر اقامه منتخبنا الوطني في مدينه العين الاماراتيه. طبعا المعسكر اللي هيقام ويتخلله لقاءين امام كل من منتخب زامبيا وايضا المنتخب الجزائري. خلينا نقرب اكتر، والاول اكلمك على مدينه العين. طبعا المدينه ذات الطابع الهادئ جدا، المدينه طبعا التابعه لاماره ابو ظبي، ويعني كان اول مدينه يحكمها الشيخ زايد، وبعد كده انطلق طبعا حكما عظيما لدولة الامارات. حسين الشحات ليه شعبية كبيرة جدا جدا هنا في ما بين جماهير العين وما بين الشعب الاماراتي. يمكن كان سائق اماراتي خفيف الظل جدا كان بيتكلم على حسين الشحات، وان هو كان واحد من نجوم نادي العين في وقت من الاوقات، وقال لي حسين الشحات احنا لنا فيه زي ما انتوا ليكوا في حسين الشحات. وقال لي هتاف جماهير العين لحسين الشحات، حسين الشحات يا ابها، ايه العظمة دي كلها. وكمان اتكلم على كابتن حسام حسن في عام 2000 وانه كان واحد من نجوم نادي العين، و في الفترة القصيرة اللي أداها مع النادي الإماراتي تسبب في الفوز بلقب الدوري الإماراتي في هذا التوقيت. نقرب أكتر من منتخبنا الوطني ونشوف اليوم مشي إزاي والدنيا مشيت إزاي. الحقيقة تشعر أن في حالة من الجدية الشديدة جدا، يعني ده مش معسكر يقام فيه لقاءين وديين، في حالة وفي نية لتعويض الهزيمة والأداء اللي ما كانش مرضي قوي لروي فيتوريا أمام المنتخب التونسي. النهارده وصول منتخبنا الوطني لمدينه العين في تمام الثانيه، يمكن توقيت الامارات بيسبق القاهره بساعه. بعد الوصول لفندق الاقامه، اللعيبه تناولت وجبه الغداء ودخلوا الاوض لاخذ قسط من الراحه، بعد كده ذهبوا لاداء التمرين في استاد طحنون بن محمد. ويمكن استاد طحنون بن محمد استاد تابع لنادي العين، ويمكن نادي العين من النوادي، يعني يكاد يكون النادي الوحيد اللي في العالم اللي عنده ثلاث استادات، منهم استاد طحنون بن محمد، ولكن الاستاد بيقام عليه فقط تدريبات نادي العين ويقام عليه تدريبات منتخبنا الوطني، لكن اللقاءات الوديه طبعا هتقام في استاد هزاع بن زايد اللي طالما اقيمت عليه لقاءات السوبر المصري. ايه اللي حصل خلال تمرين منتخبنا الوطني؟ طبعا تواجد كابتن حازم امام المشرف العام على المنتخبات، كابتن عامر حسين، الاستاذ محمد غرابه، الكل بيعمل على توفير كل شيء ممكن لقائمة منتخبنا الوطني ولجهازه الفني، محللين الأداء، مجهود كبير جدا الحقيقة من الجميع. وزي ما بقولك في صبغة الجدية موجودة على معسكر منتخبنا الوطني. واحدة من أبرز الإيجابيات واللي لازم نتكلم عليه ونديله حقه النهاردة، تواجد طبعا محمد النني لاعب ونجم نادي أرسنال الإنجليزي بعد غياب. يمكن النني آخر لقاء خاضه مع منتخبنا الوطني كان في نوفمبر من العام الماضي أمام المنتخب البلجيكي، اللي أعتقد كان وقتها أول لقاء لروي فيتوريا في هذا التوقيت، وتفوق منتخبنا الوطني على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد. النني بيعود، وشوف النني وهو بيتكلم مع زمايله، سمعوا بيتكلم مع ياسر ابراهيم، مع محمد هاني، مع الشناوي عن اجواء لقاء ارسنال ومانشستر سيتي. طبعا هو واحد من نجوم نادي ارسنال، وحاله النشوه والسعاده اللي هو عليها بفوز فرقته. وشوف كمان استقبال جماهير ارسنال للنني اللي طبعا كان خاض لقاء امام برانفورد في كاس انجلترا او في الكاراباو كاب، واستقبال جماهير ارسنال الموثق بالفيديوهات واحتفائهم واحتفالهم بعوده النني. ولازم نقول ان النني هو الوحيد المتبقي من قائمه ارسن فينجر، يعني كان في العديد من اللاعبين ارسن فينجر تخلص منهم، ميكيل ارتيتا المدير الفني الحالي تخلص منهم جميعا فيما عدا محمد النني المتمسك به تمسك شديد جدا جدا. والنني الحمد لله في حاله معنويه وفنيه جيده. ويمكن اتكلمت مع دكتور محمد ابو العلا عن محمد النني، قال لي ان هو مع الوقت هيبتدي ان هو يكون يستطيع اداء ال 90 دقيقه بشكل كامل. لو بنتكلم على الثنائي احمد سامي وايضا عمر مرموش، كان في بعض الشكوك اللي بتحوم حول مشاركه الثنائي، لكن دكتور محمد ابو العلا اكد ان الثنائي سيكون لائق. والحاله التواصل الطبي طبعا ما بين الاجهزه الطبيه سواء في منتخبنا الوطني او النادي الاهلي، صلاح سيصل بعد لحظات قليله جدا، عمر مرموش انضم لمعسكر منتخبنا الوطني، كمان مصطفى محمد اللي كان متواجد النهارده في لقاء اليوم بصحبه طبعا محمد النني، وكمان احمد سعيد كوكا هيكون اخر المنضمين بعد محمد صلاح عشان تكتمل القائمه بالكامل لخوض لقاءين وديين، لكن يغلب عليهم الطابع الرسمي
في مخيلة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني من هنا من مدينة العين. كابتن سيف تعود إليك الكلمة مرة تانية. أيمن، عايز أسألك سؤال الحقيقة دايما بركز فيه، يعني باخد بالي منه دايما. سيبك من الفنيات والثنائيات داخل الملعب، الثنائيات خارج الملعب ما بين لعيبة الأهلي والزمالك بتعجبني جدا. مين مع مين؟ يعني مين أقرب لمين من الأهلي في الزمالك بره الملعب؟ والله كابتن سيف سؤال اجابته صعبه جدا، واعتقد ان النهارده الفيديوهات للعيبه وهم داخل الطياره تلاقي محمد صبحي قاعد مع الشناوي. ايه يا كابتن؟ في المنهج. السؤال مش في المنهج، لا في المنهج، في المنهج. السؤال في المنهج. انا بقول لك ان هو فعلا كل اللعيبه بتقعد مع بعضها، تلاقي ان زيزو منتشر قاعد هنا ومع لعيبه النادي الاهلي ومع محمد هاني. لا ما تقدرش تقول ان مثلا لعيبه الزمالك واخده جنب او لعيبه الاهلي واخده جنب او حتى لعيبه بيراميدز، لا الكل ألفة واحدة والكل على قلب رجل واحد، والكل مدرك ان المرحلة اللي جاية مهمة جدا. انت داخل على تصفيات كاس عالم، داخل على حلم التتويج بكاس الامم اللي بعيدة عننا سنوات طويلة جدا، والكل كمان يعني الحلم المضاعف ان الكل شايف ان اللعيب زي محمد صلاح يستحق ان يتوج بلقب قاري مع منتخبنا الوطني. عايز اسألك سؤال شخصي ليك انت. ابتديت تدرك ان محمود حماده لاعب مهم في المنتخب، لاعب اساسي دلوقتي، يعني وانا ببص على نسبه المشاركه هو اكتر واحد لعب مع فيتوريا. ده حقيقي، قناعات فيتوريا بمحمود حماده واضحه جدا، وتاثير قناعات فيتوريا على محمود حماده في ادائه مع نادي فاركو واضحه جدا، يعني الصبغه الدوليه او الحته ان انا بقى محمود حماده لعيب دولي واضحه كابتن سيف على ادائه في خلال لقاءات الدوري الممتاز. تشعر ان اللعيب عنده ثقه مختلفه تماما، وهو دايما خلال كلامه عنه ان هو ازاي اللعيب ده احنا اكتشفناه بالشكل المتاخر ده، ودايما متواجد في الفقرات التكتيكيه المهمه في التدريب، مش مثلا لعيب مهمش او لعيب بيلعب بشكل مؤقت لحين عوده النني او عمرو السوليه او حتى امام عاشور. لا هو مقتنع بيه قناعه تامه، بدليل انه لعب بشكل اساسي في عز مكان امام سليم وعز مكان كمان احمد سيد زيزو جاهز وسليم، لكن هو مقتنع بيه تمام القناعه. يعني بشكرك يا ايمن، ويعني بنتابع معاك ودايما كده متالق وتغطيه رائعه ان شاء الله.